بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حامد عز الدين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية. الأخ محمد يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تؤكل ذبيحة من لم يصلي ولا يصوم ولكنه لا ينكر أي منهما إلا أنه يتركهما تكاسلا عنهما؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن من شروط حل الذبيحة أن يكون الذابح من أهل الزكاة، بأن يكون مسلما أو كتابيا، والذي يترك الصلاة متعمدا ليس بمسلم. فترك الصلاة إذا كان صاحبه متعمدا لذلك ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح فإنه يعتبر كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فالذي لا يصلي ليس له حظ من الإسلام، وإذا كان كذلك فإنها لا تحل ذبيحته لأنه ليس من أهل الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن الموضوع ذاته جزاكم الله خيرا، يسأل شيخ صالح فيقول: هل تؤكل ذبائح عامة المسلمين الذين يذبحون في الأسواق، علما بأننا لا نعلم عنهم أنهم يصلون أو يصومون أو يكتملوا دينهم أو يكتملوا التوحيد، ثم إنا لا ندري أهم ممن يشدون الرحال إلى القبور أو يقومون بالصلاة أو أركان الإسلام، لا ندري عنهم شيئا، ولكنهم من عامة المسلمين مجهول أمرهم، هل توكل ذبائحهم؟ جزاكم الله خيرا، ولو تكرمتم ساعدونا بالدليل. الذي يذبح في بلاد المسلمين الأصل فيه الحل حتى يعلم أن ذابحه ليس بمسلم ولا من أهل الكتاب. فإذا علم أن ذابحه ليس له دين، لا مسلم ولا كتابي، فإنه لا توكل ذبيحته. أما ما دام لم يعلم وهذه الذبيحة ذبحت في بلاد المسلمين فالأصل فيها الحل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب في أسواق المسلمين ولا يدرى هل ذكر عليها اسم الله أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا أنتم وسموا. فأباح صلى الله عليه وسلم الأكل مما جلب في بلاد المسلمين من الذبائح لأن الأصل فيها الحل ما لم يعلم خلافه ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا جاء مصلي خلف الإمام بعد أن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وبدأ في الآيات التي تعقب الفاتحة، هل عليه أن يقرأ الفاتحة أم يستمع إلى القرآن من الإمام، علما بأنه لم يحضر قراءة الفاتحة كما أسلف؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم أم أنها تكفي قراءة الإمام ويستمع إلى قراءة الإمام؟ والأحوط له إذا سنحت له الفرصة أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فهو يحرص على قراءتها، وإذا لم يستطع قراءتها فإن قراءة الإمام تكفي إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ينتفع الميت بقراءة
القرآن عليه بعد وفاته، وهل قراءة الفاتحة للأموات جائزة؟ إذ أن هناك بعض الناس يقولون الفاتحة للنبي اللهم صل عليه ويقرؤون، وهناك من يقول الفاتحة لروح فلان أو لأموات المسلمين، هل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ قراءة الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرواح الأموات هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولكن هذا مما اعتاده الناس وتوارثوه بدون دليل، فالواجب تركه. وأما قراءة القرآن وتثويبها للميت فهذه محل خلاف من العلماء، من يرى أن كل طاعة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك، ومن العلماء من يرى العكس وهو أنه لا يجوز تثويب القراءة للميت لأن هذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن هذا لا يجوز لأنه لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمشروع للميت الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، هذه وردت بها أدلة والاقتصار عليها فيه خير كثير، وأما ما لا دليل عليه فإن الواجب تركه، ولا سيما إذا كانت القراءة على القبر أو على الجنازة بعد موتها فإن هذا أشد ابتداعا وأبعد عن المشروع، الواجب ترك هذه العوائد والاقتصار على ما ورد به الدليل فإنه أسلم وأنفع للأحياء والأموات ولله الحمد. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول نحن في صحراء وبيننا وبين المسجد مسيرة ساعة وثلث مشيا جيدا، وهذه المسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات، وأحيانا تفوتنا صلاة الجمعة في ظروف العمل عندما يصادف هذا العمل يوم الجمعة، وأحيانا تفوتنا 3 جمع متتاليات، فما حكم ذلك وكم عدد المصلين الذين تقام بهم صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا؟ أولا بالنسبة لكم ما دمتم تبعدون عن المسجد هذه المسافة 1.5 ساعة للماشي أو 7 كيلو تقريبا فإنكم تحرصون على صلاة الجمعة مهما أمكن، لأن في ذلك الخير والاحتياط للدين، فمهما أمكن أن تحضروا لصلاة الجمعة صلوا مع المسلمين فإن ذلك خير لكم وأبرأ لذمتكم، وإذا حال حائل دون حضوركم لبعد المسافة وليس هناك وسيلة نقل تنقلكم إلى الجامع فنرجو أنكم معذورون في هذا وتصلونها ظهرا، وإذا كان عندكم جمع كثير وأنتم مستوطنون دائما في مساكن فالأولى أن تتقدموا إلى الجهات المختصة بطلب الإذن لكم بإقامة صلاة الجمعة في مكانكم السكني، وليس لعدد الجمعة حد محدود لأن هذا لا دليل عليه، الصحيح أنها تنعقد الجمعة بالجمع الكثير والجمع القليل والحمد لله، لكن الشأن بأن يكون هؤلاء الذين يصلون الجمعة مستوطنين دائما فيما جرت العادة لبنائه في مكانهم. نعم جزاكم الله خيرا. أقل عدد تنعقد به الجمعة يحفظكم الله شيخ صالح، أشرنا إلى قلنا ليس هناك حد محدود. نعم. تنعقد الجمعة العدد ولو كان قليلا ولو كان 10 أو أقل أو أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة الرباعية، ولقد سمعت أن الرسول قصر في 3 أميال وهو يرى أشراف المدينة، وهناك من يقول 80 كيلو فما فوق، ما هو الأمر الصحيح وما هي أقل مسافة تقصر فيها الصلاة جزاكم الله خيرا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق جواز القصر بالسفر وهو الضرب في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فإنه يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، وأما المسافة محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى في هذه البلاد أن المسافة تقدر 80 كيلو فأكثر، وهي مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فحدد صلى الله عليه وسلم السفر الذي يشترط له المحرم بمسيرة يومين يعني مرحلتين للراحلة بمشي الأقدام ودبيب الأحمال في ذلك الوقت،
وقد قدرت هذه المسافة مسيرة 80 كيلو، يعني كل مرحلة 40 كيلو. هذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد. وهناك من يرى أن المسافة 3 أيام بالراحلة، ومنهم من يرى أنها يوم وليلة، ومنهم من يرى أن مطلق السفر ما يسمى سفرا ويؤخذ له الزاد والمزاد، فإنه يترخص فيه بالصيام بالإفطار وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. فعلى كل حال الأمر كما ذكرنا المفتى به والذي جرى عليه العمل في هذه البلاد مسيرة يومين ويقدران ب80 كيلو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الرضاع، فيقول: رضع أخ لي من إحدى الفتيات، فهل يجوز أن أتزوجها أو تكون هي أخت لي أنا أيضا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. إذا كان أخوك رضع من أمها أو رضع هو وإياها من امرأة أخرى وأنت لم ترضع، وهي لم ترضع من أمكم ولا من زوجة أبيك، لم ترضع من أمك ولا من زوجة أبيك وأنت لم ترضع من أمها، فلا مانع أن تتزوجها وإن كانت أختا لأخيك من الرضاع، لأن الحكم يقتصر على الرضاع فقط ولا ينتشر على إخوانه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: يملك أبي ثلاجة متنقلة شاحنة تعمل على نقل الخضار والفواكه من بلد إلى آخر، والذين يعملون عليها هم إخوتي، وسؤالنا عندما يسافرون بها فإنهم يحضرون لنا بعض الفواكه من هذه السيارة ويقولون لنا أحيانا إن مصدرها حلال وأحيانا حرام، هل يجوز لنا تناول ما يحضرونه أم ماذا نفعل؟ إذا كان ما يحضرونه مسموحا به من قبل مالك الفاكهة أو كان مما جرت العادة والتسامح فيه، أو كان شيئا مرغوبا عنه لا يريده صاحب الفاكهة قد رغب عنه وتركه، فلا مانع من الأكل منه. وأما إذا كان صاحب الفاكهة لم يبحه ولم يأذن به وإنما يأخذونه بدون علمه وهو لا يرضى به هذا، فإنه حرام ولا يجوز لكم أن تأكلوا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل: هل يجوز للفتاة أن تصلي في بيتها وهي ترتدي البنطال وهو عريض ولا يبرز مفاتنها؟ البنطال في الغالب ليس من لباس النساء وإنما هو من لباس الرجال، فعليها أن تلبس اللباس الساتر الضافي الذي لا يبين أعضاءها ومفاتنها، تلبسه للصلاة ولغيرها. نعم. أنا فتاة معتادة على قراءة بعض السور من القرآن الكريم كل يوم كورد خاص لي، ولكن عندما تأتيني الدورة الشهرية فأمتنع عن القراءة، وسؤالي: هل يجوز لي قراءة هذه السور من القرآن وأنا معذورة بعد أن أرتدي قفازا بيدي كحاجز بيني وبين المصحف؟ محل خلاف بين العلماء، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها، وهذا في القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف، ولعل الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقرأه عند الضرورة، إذا اضطرت إلى قراءته فإنها تقرأه من غير مس المصحف. وما ذكرته السائلة من أنها تقرأ من وراء حائل وتمسك المصحف من وراء حائل، بالنسبة لإمساك المصحف انتهت المشكلة، مع وجود الحائل انتهت المشكلة، لكن يبقى قضية القراءة في حالة الحيض، وهي كما ذكرنا محل خلاف. والأولى أن تأتي بالأذكار التي ليست من القرآن، الأذكار الصباحية والمسائية التي ليست من القرآن، مثل التعوذات والدعوات الصباحية والمسائية التي تستعمل في الورد. وأما قراءة القرآن الأحوط أن تتجنبها حتى تطهر من الحيض وتغتسل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا عن حكم الأيام التي لا تصليها بسبب العذر، هل عليها قضاؤها أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الأيام التي لا تصليها بسبب العذر؟ نعم نعم. عذر الحيض؟ نعم نعم. الحائض ليس عليها صلاة، لا أداء ولا
قضاء قد خفف الله عنها. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت رضي الله عنها كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك والله أعلم تخفيف، وذلك لأن الصلاة تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت الحائض بقضائها لحصل عليها إحراج في ذلك لكثرتها، كثرة الصلوات التي تمر عليها في فترة الحيض، فخفف الله عنها. بينما الصيام لا يتكرر وإنما هو شهر في السنة، لذلك أمرت بقضاء الصيام لأن ليس في قضائه مشقة عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين نون ميم، يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: سمعت أن الطلاق 3 أنواع، إذا أمكن أن تحدثوني عن هذه الأنواع جزاكم الله خيرا. الطلاق نوعان: طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنتهي عدتها، فإن شاء يراجعها في أثناء العدة فله ذلك، وإن انتهت عدتها ولم يراجعها فإنها تبين منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد. هذا هو الطلاق السني. وأما الطلاق البدعي فهو نوعان: بدعي في الوقت وبدعي في العدد. البدعي في الوقت أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فإنه في هاتين الحالتين يكون الطلاق بدعيا لأنه مخالف للسنة. قد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي طاهرات من غير مسيس. ولما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وأما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يطلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات، أن يطلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات، لأن الطلاق 3 خلاف السنة، ولأنه يغلق الباب على المطلق، يغلق باب الرجعة على المطلق ويوجب الحرج والندم، ثم لا يتمكن المطلق من المراجعة، لأنه إذا طلقها 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها طلاقا، أن يتزوجها زواج رغبة ويطلقها أيضا باختياره راغبا عنها، لا نكاح حيلة وتحليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثتها إحدى أخواتنا، تقول المرسلة من المنطقة الشرقية الدمام ميم عين، تسأل وتقول: إنني أنا امرأة بلغت من العمر ما يقارب 24 عاما، والحمد لله أقوم بما أوجب الله علي من الصيام والصلاة والواجبات الدينية الأخرى وأحمد الله على ذلك، إلا أنني تذكرت أنني في الماضي قد مر علي أشهر تقارب 3 أو 4 رمضانات لم أصم فيها، وذلك للعذر الشهري وللجهل أيضا. والآن أسأل فضيلتكم عن ماذا يجب علي الآن، إذ أنني كنت من سكان البادية ولا أعرف أمور ديني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الآن أمران: الأمر الأول القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتيها ولو كانت من زمان بعيد، لأنها دين في ذمتك وواجب في ذمتك فلا بد من أدائه، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. والأمر الثاني عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت، ومقدار طعام المسكين 1/2 صاع بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم، تجمعين هذه الكفارة عن الأيام وتدفعينها لمسكين واحد أو لعدة مساكين أو لبيت من بيوت الفقراء أو عدة بيوت، كل ذلك مجزئ والحمد لله، سواء دفعتيها مجتمعة أو متفرقة لا مانع من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة أخرى أيضا تسأل
وتقول شيخ صالح صليت وصمت لمدة 3 أيام وكنت على جنابة وذلك للجهل إذ أني كنت من أبناء البادية، وتسأل ماذا عليها الآن جزاكم الله خيرا. أما الصيام فإنه صحيح ولا يشترط له الاغتسال من الجنابة، يجوز للإنسان أن يصوم وهو لم يغتسل من الجنابة. وأما الصلاة فلا بد من إعادتها، لا بد من إعادة الصلاة التي صلتها بدون اغتسال، إلا أن تكثر هذه الصلوات ويشق عليها قضاؤها، فإنها إذا كثرت كثرة شاقة فنرجو أن يجزئها التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. أما إذا كانت صلوات قليلة وبإمكانها قضاؤها فإنها تقضيها عبر ولي ذمتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سوداني مقيم في الطائف رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم شين يسأل ويقول في بلدنا بعد السلام من الصلاة يسبح الإمام فيسبح المأمومون خلفه وهكذا في التحميد والتكبير، ثم يرفع يديه بالدعاء ويؤمن الناس على دعائه، فهل هذا من السنة في شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الأذكار بعد الصلوات، الأذكار الواردة فإنها تفعل بعد الصلاة ولكن لا بصوت جماعي كما ذكر السائل من أن الإمام يرفع صوته والمأمومون يتابعونه، فإن هذا غير مشروع ولا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أهل العلم المعتبرين، بل هذه الصفة بدعة. وإنما كل مسلم بعد الصلاة يأتي بالأذكار المشروعة منفردا وبدون رفع صوت يشوش به على الناس، إلا التهليلات العشر بعد الفجر والتهليلات العشر بعد المغرب والتهليل بعد بقية الصلوات، فإنه يرفع به الصوت كما كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى يعرف القادم إلى المسجد أن الصلاة قد انتهت، لكن لا بصوت جماعي منظم كأنها أناشيد أو أن الإمام يرفع صوته ثم يتابعونه، كل هذا بدعة إضافية، بدعة في الصفة. فكل مسلم يذكر الله بالأذكار الواردة بنفسه دون أن يرتبط بالآخرين ولا بالإمام. وأما الدعاء أيضا فإنه مشروع في أدبار الصلوات، يدعو بما تيسر ولكن لا بصوت جماعي ولا بكون الإمام يدعو وهم يؤمنون، هذا كله بدعة، هذه الصفة بدعة. الدعاء في حد ذاته مشروع، وأما كونه جماعيا أو بالتلقين من الإمام فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.